غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. في خيمة صغيرة وسط حلقة من الأطفال، التطعيم ضد شلل الأطفال يستمر في قطاع غزة. حضر الأهالي بصحبة أطفالهم لتطعيمهم خوفاً من الإصابة بفيروس شلل الأطفال الذي يفاقم ويزيد أوجاع الحرب. بدأنا ما بعد المرحلة الثالثة منها. المرحلة الأولى كانت في منطقة الوسطى، بعدين المرحلة الثانية كانت خان يونس ورفع. إحنا المرحلة الثالثة والأخيرة هنعمل ثلاث أيام زائد واحد، ممكن أنه كمان يكون في عنا كمان يوم الثالث من التطعيم. الإقبال في اليوم الأول والثاني كان كثير كبير في المنطقة. اليوم الثالث إن شاء الله تعالى نتمنى أن نوصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال القيد اللي هو التطعيم. شلل الأطفال طبعاً حاجة خطيرة كثير، عشان هيك إحنا عملنا حملة كبيرة في هذا الموضوع واشتغلنا شغل كبير عليها. إلنا خمس أيام شغالين، يعني لفينا إنه نقدر نغطي أكبر عدد ممكن، نوصل له إنه في حملة حتى كلهم يجي يطعموا أطفالهم. يعني رحنا أسواق، بيوت، محلات، في الحارات، في أي أماكن، عيادات، مستشفيات، غطينا أكبر عدد ممكن قبل ما تبدأ الحملة عشان الناس يكون عندها علم في هذا الإشي. مع نهاية جولات التطعيم، من المتوقع أن يتم تطعيم 550 ألف طفل، 140 منهم في شمال قطاع غزة. أكيد أنه العدد المتوقع أنه نعمله للأطفال أقل من 10 سنوات حوالي 550 ألف طفل، منهم حوالي 130 إلى 140 ألف طفل موجودين في منطقة غزة وشمال قطاع غزة. الحملة توزعت ما بين مشرفين وما بين مطاعمين ومسجلين وناس كانت تعطي إرشادات للأهل وتحثهم على التطعيم. غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوت